تم اختيار الأستاذ الدكتور محمد بديع مرشدا عاما للإخوان المسلمين، ولقد صدق على هذا الاختيار جميع أنحاء جميع أعضاء مجلس الشورى العام. ممكن حضراتكم تقعدوا؟ إننا نؤمن بالتدرج في الإصلاح، وأن ذلك لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الإقناع والحوار وعدم الإكراه. لذلك نرفض العنف، نرفض العنف وندينه بكل أشكاله، سواء من جانب الحكومات أو من جانب الأفراد أو الجماعات.